في امبابه في امبابه ايوه مين اللي كان؟ احنا كنا ساكنين في حتى بارس اسمها بارس سرايات جنب الجامعه كده فجمعنا هناك هو ده داود وير اللي هو هناك وقعد المجموعه ديت اللي هتنفذ اللي هينفذ واللي هيفجر واحده لك رفيق يعني احنا من عندنا تم القبض عليكم في المكان ولا بعد كده؟ استنى شويه بس فالمهم الناس ده كانت عبد الناصر طبعا ما صابش واللي يبقى كل في مكانه ايها الرجال وسرق كذا الخير احنا فوقنا ايه ده في ايه ده؟ ايه ده؟ طبعا لحظه عبد الناصر كان صوته نعم ايه؟ فاحنا بنعمل كله في مكانه الناس بتموت الناس طبعا يا مات على المنصه ايه اللي بيحصل ليه؟ طبعا دي بورصه نقطه بتاع الزمن يعني فخلاص ربنا رجع عبد الناصر رجع بيشدوه سيبوني وزعل جمال سالم بيشد بتاعه وكمل الخطبه بتاعته فبقى في نظرنا ده بطل مش سهل قوي يعني يعني بطل كنا بنكرهه لا ده كويس جدا طبعا ايه هو خلص ونازل عشان يروح عين شمس بتاع جامعه اسكندريه كانت لسه جديده وكان هو عايز يروح يفتتحها ويعني كان فيه هم كان ايده الثوري هو نزل فعل سلم انت ما احنا زين وراه ليه يعني طبعا في ناس موجودين في الحرس والحراسه تبي تبي يروح جاي لك كده بتاع الماده الصفراء كده فهنا يروح جايب لك رابط واقفل وامشي مش وقت انك تفتح في حاجه زي كده فانا كده فانا سلم لقيت اللي بيجوا يشدني وانت عارف بصيت لقيت بوليس في المكان ونزل بقى يعني خلص عبد الناصر مسكوا حضرتك فات على كام دقيقه ايه الحكايه؟ لفد المحترم الدواء دوير اللي بيقود الفرقه راح اسم هناك جنبه كان ورا المرسى دي وبلغ ان في على المرسى كذا 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 فلان وفلان وفلان طبعا قبضنا وكده ان الزيري ما عملش حاجه وقف زي ما كده ودوكا ما قالوش حاجه عمل حاجه انا ما عملش حاجه واتقبض علينا وخلاص على هذا الاسد طبعا جمال سالم كان سريع رحتوا المحكمة ما فيش محكمة بس بقى بعد محكمة متكونة من دول برضه فجمال سالم على طول اعدام 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 جمال سالم حسين الشافعي الرئيس انور السادات انور السادات ايوه انور السادات نعم خلاص. الرئيس البطل والزعيم محمد انور السادات طيب بعدها بعد جمال سالم كان بيدي اعدام طيب طبعا ايه بيعرض الامر على مين؟ الحاكم العسكري الحاكم العسكري هو جمال عبد الناصر برضه ايوه هو كان الثور رئيس الوزراء فطبعا بيفرز الحكم ده وراجل فاعل مهرب كده فبساله ده الشباب اللي دول فدائيين ومهمين جدا وهو عارفنا طب ايه اللي جابهم مع دول؟ ايه الحكايه؟ فسالنا في يوم الفجر تعالى خدونا تعالوا خدونا بحضور واحده كان في الاستراحه اللي على كبر السلطه ترتيب قبل ما اروح الاستراحه معلش ترتيب حضرتك ايه في القضيه دي ما انا متابع الثالث فيها الثالث فيها رقم ثلاثة يعني رقم واحد محمود عبد اللطيف رقم اثنين داود دوير دوير داود وخليفه ثم حضرتك قال لي انت شعره بخلص كده 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 والرابع لا ما عملش حاجه ما عملش حاجه, اللي هو محمد النصيري ما عملش حاجه فحضرتك كنت رقم ثلاثة في القايمه قايمه الاتهامات ايوه طبعا انكم حاولتوا اغتيال رئيس الجمهوريه حقيقي مش اتهام ولا هو حقيقي يعني لا في مسجلين يعني لا حضرتك بتقول لانه في بعض الناس بيقولوا حضرتك ما كنتش موجود اصلا ومالكش دور ما انا بقول لحضرتك انه كنتش موجود 89 سنه دول بتوع مين 89 سنه بتوع مين يعني جبناهم منين طيب دي نقطه اللي عنده 90 سنه 80 سنه ده ما اعرفش حاجه مين اللي اتنفذ عليه فيه حكم الاعدام او مين اتعدم؟ طب انت كده ما عشان بحاول طيب يعني معلش انا مستحلف لك اصلا يعني اتفضل ودي حاجه اللي تعرفها ممكن امشي بكره عادي لا ربنا يديك الصح طبعا اتعدم محمود عبد اللطيف محمود وداوي دوير اللي هو المحارب لازم وكان برضه الهذيب اتحكم عليه بالاعدام خلاص محمود عبد اللطيف اهو المحاكمه اهي قدامنا المحاكمه اتفضل تتكلم لا اتفضل اتفضل اتكلم حضرتك اتفضل لا بس بنجيب لقطات من المحاكمه خدونا نقابل البجباشي جاب عبد الناصر مين اللي خدته؟ انا ايوه بوليس حربي انا وانور حافظ فروحنا فين فدانا دافي كان هو بقى في الصراحه ديت فرحنا هناك دخلنا اوضه مظلمه كده فيها اباجوره وسبكتف كده وبنت وكبيزه ايوه
فدخلنا لقينا انا وقلنا جمال عبد الناصر البرباشي. ما كنتش تعرفه؟ لا ما احنا معاه على طول. لا ما كنتش تعرفه رايحين له او مستنيينكم ليه؟ لا 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 احنا سجن الحربي. فدخلنا قلنا بس يبقى قدمنا يعني. قعدت قد ايه في السجن الحربي؟ 13 يوم. 13 يوم؟ 13 يوم. فجأة خدوكم من السجن الحربي على الرئاسة على الرئيس عبد الناصر. كان متأخر، كان الفجر. فرحنا لكن قلنا يبقى ده هينفذ اعدام. هينفذ اعدام. كانت اتحكم عليكم بالاعدام كلنا، كلكم كلنا يعني حضرتك اتحكم عليك بالاعدام كله 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 اعدام. وبعدين يصفوا بالراحه يعني. فالراجل في اباجوره كده مكفيه كده وفي ورق وصور بيبص فيها. فبص بمسده كده وساكت ما قالش حاجه خالص. افضل يجي تلتين ساعه ما قالش حاجه خالص. لما بقت رجلينا مش عارف بعدها منتهي لايه. فبس كده قال الحافظ محمد ايوه يا فندم. خليفه عطوه ايوه يا فندم. هو انتوا كنتوا فعلا موجودين؟ حد ضربكم ولا حاجه؟ لا. حد امركم تقول لا يا فندم؟ ما حدش ضغط عليكم تقولوا حاجه؟ بهدوء كده. قولوا لنا. لا يا فندم. يعني اللي حصل ده صحيح؟ ايوه يا فندم. احنا مقتنعين ده حصل صح. طب ايه بقى اللي حصل؟ احكوا لي. واحده بنحكي احنا الاثنين في نفس واحد قدم على ملكه سال الشجر. الله. حد ملكه الكلام ده؟ هو بص في الورق وبص اللي احنا بنقوله. لا يا فندم. بيشوف اعترافاتكم هنا وكلامكم هنا. متطابق ولا لا؟ انتوا ناس معروفين وكويسين. امال لما انتوا شايف الكلام ده طب عملتوا كده ليه؟ يا فندم المعاهده غلط. احنا الاثنين بنتكلم في بق واحد. ايه غلط ازاي؟ قالوا لكم المعاهده غلط و فيها كذا وفيها كذا وفيها كذا فيها كذا. ايه قال كده يعني شفتوها؟ ايه يا فندم. ايه شفت فيها ايه؟ اللي يقول عبد الناصر كان بيشخط في حد؟ لا لا مش صحيح. خلاص سمع منكم رئيس عبد الناصر فبس قال في ايه؟ لا في غلط غلط. قال هو كده طب خد انا حجايب المعاهده وانا اتفضل. وقرا فيها كلام كده قال لا 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 اقروا المعاهده اقروا ده هو اللي قراه. اهي ده مش كده خالص. مين قال انهم هيستنوا ومين اللي هيدعوا وكذا وكذا؟ بيضحكوا عليكم. ده كلام فارغ. هو كل ما في الامر 20 شهر يشيلوا ويمشوا. دول بقى لهم 40 سنه ولا 50 سنه ولا 60 سنه. يعني 20 كويسين تعبين. هي كانت اكبر قاعده عسكريه هنا عندنا يعني. نعم. فدي مش كده. وفي نفس الوقت في سنة. نعم. وبعد كده تفرق. مش مشكله طبعا. نعم. فهمنا. الله ده احنا وانا في غلطه. ده مشكله كبيره جدا يعني. المهم ايه؟ رجعنا خلاص. ورحنا لقينا في السجن هناك بيغيروا لنا بقى المعامله والسجن وحاجات ثانيه كده. ما نعرفش من الناس ما حكم عليها بالاعدام انه قال تأبيده يعني. هم قالوا تأبيده تأبيده هم اللي قالوا لنا ما قلناش حاجه. احنا وقفنا معاها ثلاث ساعات على فكره. بعد تأبيده بعد كده بحوالي 20 يوم فبصيت ايه بيصح صح وده بس كانت قاعده نظيفه بقى وفي كلام يعني غير كده يعني مش القرف السجن الحربي وال اي فندم بس مش عارفين اللي حصل. فبس ايه كان بقى ظهرت نتائج الامتحانات ولا نجح نجح وكده ونوع كده اربع شهرات ف لقينا طالبنا الصبح قبل الفجر كده تعالوا قبلنا رحنا هناك لقينا رحنا هناك. مبروك ده بقى وكده ايه الحكايه بقى؟ خدتوا عفو. ايه الحكايه كده؟ والله احنا قربنا الهليب وحصل كذا وحصل كذا وحصل كذا وحصل كذا وكذا. للمره الثانيه نفس الكلام. طيب علي صبري قد كان هو سكرتيره. قد جرح علي صبري. كان نزل معاه قوي. قال لي علي الولاد دول بلديتك؟ قال للاسف يا فندم. قال خدهم معاك. شرقوه. خدهم معاك. خدهم معاك. يعني من محاوله اغتيال الرئيس الى انكم تشتغلوا في الرئاسه. لسه ما اشتغلناش. لسه ما اشتغلتوش. خلاص. خلاص.